كان النعام منتشرا بكثرة في شبه الجزيرة العربية، وكان للحمها ودهنها وريشها وبيضها قيمة عالية عند عرب الجزيرة. والنعامة أكبر الطيور على الإطلاق، تخلت عن الطيران بالكامل ولكنها قادرة على الجري بسرعة 60 كيلومترا في الساعة. ترفع هذه الطيور ريشها للتهوية أثناء الحر الشديد، ورغم تعودها على حرارة الصحارى الإفريقية يشكل مناخ الجزيرة الجاف تحديا حقيقيا. وإذا ما تمكنت النعامة الإفريقية من التأقلم هنا فسيطلق سراحها في أماكن أخرى. الرباط من اليوم وهي ماسكتنا. رباط رباط. ايه اذكرونا بس هذا متنا استمروا. صباح رباط رجلي. الله يستر. تعال يا نص. تعال يا نباتات برية. ها شوفوا بدت تعود من جديد. راح ترسل الى المختصين على اساس يعرفون كم عمرها. طبعا انا حسبت عمرها تقريبي على اساس قصة جدتي الله يرحمها وايضا كلام جدي عنه، يعني 180 سنة بدهنا انقرض النعام العربي وهو قريب الى النعام الافريقي احمر الرقبة ولكنه انقرض بتاتا. فهذه واحدة من القشور راح نوريها عدد من المختصين، منهم صديق احمد البوق وايضا قربان وغيرهم من الاخوان في مركز الحياه الفطريه على اساس يعرفون كم عمرها. شوفوا هذه الان وحده راح اخذها طبعا من القدم. شوفوا كيف صايره لونها بيج. المستعان يعني كانت حياه. هنا لقينا بعد قصور بيض النعام ناخذها نخلي بعضهم للناس الثانيه. هذه واحدة بعد. وين يا محمد؟ قدام قدام. وين؟ اي والله تبارك بسم الله. ترى بعضهم يحسبها بلاستيك يمر ويخليها. لا هذه قشرة النعام. طبعا تقول لي يا عبيد شلون تعرف؟ انا ابخس. تمام. وهذه بعد. في شيء محمد؟ مليان ان شاء الله يعلمونا عاد مركز الحياه الفطريه كم عمره. حطني محمد. ايه الله من سنه. اخواني نحن الان في الدهناء، والان مجموعه ضخمه من قشور النعام في هذه المنطقه. طبعا الرمال حافظت عليها سنوات. حياكم الله. هذا اكتشاف وتوثيق لأول مرة في الدهناء عن قشور بيض النعام. كان هنا النعام العربي، والنعام العربي قسمين، النعام السوري والنعام حق الجزيرة العربية. حق الجزيرة العربية أطول وكلها نعام عربي. آخر نعامة عربية ماتت في حديقة الحيوان في سوريا. طبعا حصلوا بيضة نعام واحدة في نعام عند الحوطة موجودة في مركز الحياة الفطرية، والثانية حصلوها ايضا بالنفود بالشمال. ولكن اقدم يعني انقراض للنعام او اول انقراض للنعام يعتبر في مناطق نجد. هذه الان كما نشاهد قشور بيض نعام كامل. كان هنا مجموعه من بيض النعام. وش اللي حافظ عليها؟ حافظ عليها الرمل. جدي الله يرحمه مشعل قال لي تبي قشور النعام شوف مبدهنه وكبار. ورحت فعلا ومحمد اخوي معي هاللي يصورني الان، تذكر يا ابو سيف؟ نعم. ومعنا محمد السعد حصلنا نصف بيضه كبار. الان حصلنا مجموعه كبيره.
طلبها مني أحمد البوق في مركز الحياة الفطرية، ومركز الحياة الفطرية سوف أيضا يسوي عليها دراسة ويعرف عمرها بالضبط، لأن هذه المنطقة اللي احنا فيها الآن محمية، عساس يعود الغطاء النباتي ثم يعيدون النعام القريب للنعام العربي ألا وهو النعام الأفريقي أحمر الرقبة. هذا النعام العربي، طبعا هذا شكل مقرب لها، بيضها كان يحضنه الظليم وأيضا الأنثى، هذا ظليم. النعام العربي قريب إلى النعام أحمر الرقبة، شوف الإحمرار في فخوذه في رقبته. الله، النعامة ذكرت في الشعر العربي تاريخ، الآن أشوفها فقط رسمات قشور بيض نعام. راحت، وش السبب؟ تدمير البيئة والصيد الجائر الغير منظم، لكن إن شاء الله سوف يعود اللي قريب إليها النعام أحمر الرقبة في كل مناطق الجزيرة العربية. خلونا نستمتع، عيوننا تستمتع في مشاهدة هذه المخلوقات، نشوفها فقط في الحدائق الحيوان، نشوفها في البرية. أنا متجه الآن إلى مركز الحياة الفطرية، وهذه الغاف خليجي الرمادي متهدلة ما شاء الله، على أساس نسلمهم أيضا بيض النعام اللي حصلناه بالدهنة القديم، على أساس يسوون عليه دراسة. شوفوا كيف متهدلة يا أخوان. أنا الآن في مبنى الحياة الفطرية على أساس بيض النعام، والنقاش أيضا عن أمور كثيرة من أجل الحياة الفطرية. أهم شيء المسؤولين قابلهم وجه لوجه، اطرح عليهم ما بداخلك، وأيضا خذ أيضا بعض الكلمات منهم واستفيد منهم. ممكن أيضا أنك على خطأ، مو كل شيء أنت على الصح، وأيضا ممكن هم أيضا على خطأ، مو أيضا كلهم على الصح، ولكن أهم شيء هذا الوطن، أهم شيء الحياة الفطرية. صلى الله يوفقهم. معي الأستاذ أحمد البوق في مركز الحياة الفطرية. طبعا نحن جمعنا بيض النعام، وعلى أساس أيضا يصير الشغل مرتب وعلمي، أتينا إلى مركز الحياة الفطرية ومع المختصين على أساس يفحصونه متى انقرض، وش نوع النعام اللي عندنا، وكيف يعني نحافظ على بعض الأنواع القريبة ممكن إطلاقها في نفس المكان أو في أماكن أخرى. أستاذ أحمد، ما ودي أطول عليك، أنا داري أنكم جايين من مكان الآن وتعبانين، الله يوفقكم يا رب العالمين، بس يهمني أيضا أن هذه المعلومات تصل إلى المشاهدين بكل دقة وبكل تفصيل، لأن في بعضهم مثلا يقول والله هذا ممكن مزرعة نعام قديمة، بعضهم يقول لا ممكنها خزف طايح، تعرف الكلام، كلام الناس. إحنا يهمنا كلام الناس، وأيضا يهمنا ما نعطي الناس من معلومات دقيقة. تفضل أخوي. طيب، أولا شكرا لحضورك واهتمامك أخوي عبيد، وأيضا للعينات قشور النعام التي تم جمعها من الدهنة وتزويدنا بها، وأحب أوجز الحديث فيما يخص النعام. النعام وفق الدراسات العلمية كان ينتشر في شبه الجزيرة العربية في مناطق المحيطة بالربع الخالي، وأيضا في شمال المملكة في النفود، ويمتد إلى الحدود السعودية الأردنية والحدود السعودية العراقية. والنعام اللي كان موجود كان المجموعتين هذه اللي ذكرتها في ارتباط فيما بينها، متوقع أن يكون هذا الارتباط أو الممر الذي يربط بين المجموعات الجنوبية والشمالية هي منطقة الدهنة اللي هي وجدت فيها يعني قشور البيض وجمعتها. حلو. الآن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قبل العديد من السنوات عندما كان مسمى الهيئة السعودية للحياة الفطرية تم الاهتمام بهذا الموضوع بشكل كبير، وعمل دراسات، وهناك دراسات أيضا سابقة
تثبت أن النعام في شبه الجزيرة العربية هو تحت نوع مختلف عما هو موجود في القارة الأفريقية. النعام في شبه العربي هو تحت نوع من النعام أحمر الرقبة. تقرر وفق الضوابط الدولية أن يتم إدخال أقرب تحت نوع للنوع العربي وهو النعام أحمر الرقبة الأفريقي. التصنيف العلمي للنعام أحمر الرقبة العربي وفق العينات المحتفظ بها في متحف التاريخ الطبيعي في بريطانيا في لندن، وهي مجمعة من شبه الجزيرة العربية، والملك عبد العزيز الله يرحمه كان أهدى في عام 1923 زوجة من النعام إلى ملكة بريطانيا، وملكة بريطانيا أهدته بحديقة الحيوان في لندن، ولما نفق تم الاحتفاظ بالجلد وتحنيطه في متحف التاريخ الطبيعي. عربي النعام العربي، نعم. فتصنيف النعام العربي استريثيو كاميليوس سيرياكس. الآن التصنيف العلمي لأي كائن حي مكون من مقطعين، المقطع الأول هو إشارة لاسم الجنس، والمقطع الثاني إشارة لاسم النوع. وبعض الأحيان يكون هناك اختلافات بسيطة بين داخل النوع لا ترقى إلى مستوى التصنيف كنوع، ولكن يسمى تحت نوع، اختلافات بسيطة، ولذلك يضاف اسم ثالث. فالنعام العربي تصنيفه استريثيو كاميليوس سيرياكس. طبعا كاميليوس جاية من نسبته إلى الجمل كمل باللغة الإنجليزية، وسيرياكس نسبة إلى سوريا السوري، لأنه في التصنيفات من العينات الأولى كانت جمعت من شمال شبه الجزيرة العربية ولذلك نسب إليها، وهو أيضا يسمى النعام الحجازي والنعام السوري، هو نفسه النعام العربي، يعني نفسه واحد، هو نفسه واحد. نعم. الآن أقرب شيء لهذا النوع تحت النوع الموجود في شبه الجزيرة العربية هو النعام أحمر الرقبة الموجود في شرق القارة الأفريقية في السودان وامتداده في شرق أفريقيا. هذا تصنيفه العلمي استريثيو كاميليوس كاميليوس. لو تلاحظ أنه الاسمين الأول والثاني متطابق، استريثيو كاميليوس عندنا استريثيو كاميليوس. هذا اللي حنا أقرب تحت نوع قررنا إكثاره وإعادة توطينه كاميليوس كاميليوس، اللي كان عندنا كاميليوس سيرياكس، وهذا تنظيم دولي معترف فيه من الاتحاد العالمي للبحار. وضعته في محازة الصيد. طبعا أول ما جلب لمركز الأمير سعود الفيصل في الطائف، وجلبت أعداد منه وتم إكثاره ونجح إكثاره، وأول إعادة توطين له كان في محمية محازة الصيد اللي هي بري. بشكل بري تماما، واللي هي اليوم تحولت إلى محمية ملكية مسماها محمية الإمام سعود بن عبد العزيز الملكية. نجح إكثاره من فضل الله في محمية محازة الصيد، وتم نقل مجموعات من موجود في الأسر وموجود أيضا في هذه المحمية، وتم إعادة الإطلاق في محمية عروق بني معارض. قبل الإطلاق في محمية عروق بني معارض وفي محمية شرعان أيضا أطلقت مجموعة بسيطة. طبعا الإطلاق دائما يحتاج إلى تعزيز للصحة الجينية والتنوع الجيني للأعداد المطلقة. كان أجرى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في ذلك التوقيت دراسة على قشور بيض النعام التي تم جمعها من الربع الخالي من محمية عروق بني معارض والمناطق المحيطة بمحمية عروق بني معارض. تم جمع أكثر من 30 عينة، وكل العينات التي جمعت هي عبارة عن أعشاش بيض نعام قديم منقرض. كم عمرها حصلتوه؟ عندما فحصت طبعا لابد من فحصها لتحديد الزمن التقريبي التي كانت فيه هذه النعامات موجودة ووضعت هذا البيض. طبعا فحصت بالكربون المشع، كربون الفورتين، الكربون المشع، فحصناها في جامعة أكسفورد في بريطانيا، فحصنا 13 عينة من 13 موقع مختلف، أعطتنا تواريخ مختلفة. أقدم عينة كان عمرها تقريبا 50,000 سنة. يا ساتر، 50,000 سنة. يعني هذا دلالة أنها متأصلة بالجزيرة العربية. بالضبط، هذا ما أريد أن أصل له، لأن بعض العينات عمرها أقل من ذلك، 45,000 سنة، 40,000، 30، 35، 20، 10,000، بعضها كان عمرها تقريبا 1,500 سنة، نفس الفترة اللي كان فيها نفس العينة، نفس الفصيل، من نفس تحت النوع النعام العربي. وأيضا أحدث عينة فحصناها كان عمرها تقريبا 380 سنة. هذا بالربع الخالي، هذا في الربع الخالي ومحيطه. طيب. طبعا جمعنا ايضا عينات من الدهنة في بعض المواقع، وجمعت عينات من شمال المملكة بمساعدة بعض الخيرين مثالك، وتم وضع تصور ونشر بحث
علمي من نتائج هذه الدراسات. وأيضا البحث العلمي اقترح أن المجموعات الشمالية والجنوبية كان المسار الاتصال بين هذه المجموعات من خلال الصحراء الدهناء. يعني ربع الدهناء هي نقطة اتصال الشمالية، النعام الشمالي مع الجنوبي في الدهناء. نعم. نقطة تلاقي. نعم متوقع كذلك. هي. وتم رسم خارطة في هذا البحث العلمي للممر هذا، نسميها الممرات الآمنة، السيف كوريدورز، الممرات الآمنة لاتصال المجموعات. الآن في بحث علمي أيضا نشر في المجموعة العلمية فونا أوف أريبيا، نشره مايكل جينينغز وهو باحث نعم طيور معروف. مشهور جدا، واشتغل في المملكة لفترة طويلة جدا، تردد لأكثر من عقدين من الزمن، تتبع وجود النعام في كتب الرحالة الغربيين وكل المعلومات اللي أمكن جمعها، وخلص إلى أن النعام كان موجود في شبه الجزيرة العربية في محيط الربع الخالي إلى عام 1910 ميلادي. 1910 ميلادي. ووجوده في شمال وثم انقرض، وجوده في شمال شبه الجزيرة العربية كان امتد إلى تقريبا الستينيات، يعني 1960 تقريبا كان أواخر النعام الذي سجل قريب. أو طبعا أشياء كثيرة ولكن هذا خلاصة الموضوع اليوم. وعطناكم حنا بعد بيض نعام قديم من الدهنة. صحيح. قبل ما نجيب العين. صحيح. صحيح. أيضا الربط ما بين كل هذه المعلومات نجد أنه حتى في الشعر العربي القديم ومن العصر الجاهلي أو ما قبل الإسلام وفي صدر الإسلام والعصر الأموي وما تلا من عصور، هناك ذكر للنعام مستمر، وهذا الذكر للنعام مرتبط بالأماكن في بعض النصوص الشعرية، مما يدل على أنها كانت منتشرة في هذه المواقع. والتوصيف في بعض النصوص الشعرية توصيف دقيق جدا، بحيث أنه يتطابق تماما مع الواقع، مع واقع النعام، يتطابق تماما مع سلوك النعام، يتطابق تماما مع التوصيف الشكلي للنعام، مما يدل أنه هذا ليس خيال شعراء ولكنه حقيقة علمية. والرسومات اللي في الجبال أيضا للنعام، رسومات أقدم في تاريخ أقدم موجودة ومنتشرة، رسومات كثيرة في أماكن متفرقة في الجزيرة العربية من العصر الحجري والحجري القديم والمتوسط والحديث، وحتى يعني يمكن 2000 سنة قبل الآن موجودة رسومات وتدل على وجود النعام وتكاثره وانتشاره. وهناك أيضا كتاب قديم كتب باللغة الفرنسية يتحدث عن النعام عام 1000، الكتاب هذا أصدر عام 1880 ميلادي، يتحدث عن التجارة بريش النعام الحجازي من شبه الجزيرة العربية إلى مصر ومن مصر إلى فرنسا. يعني مشهور باسم النعام الحجازي. نعم هذه من أحد الأسماء. النعام العربي. انتشر فيها النعام. أنت العربي. سويت الأسماء. أنا جريت بحث للنعام مذكور في بالعرب. التراث العربي تحديدا في الشعر العربي وتتبعت وجوده. حلو. ووجدت أن هناك تقريبا رصدت أكثر من 150 أو حوالي 150 اسم للنعام، بعض الأسماء خاصة بالذكر مثل الظليم والخاضب وفي أسماء خاصة بالأنثى زي سطعاء على سبيل المثال طويلة العنق، وفي أسماء مشتركة مثل الصعل اللي هو ذو الرأس الصغير أو الجفول أو غيرها من الأسماء. فطبعا كثرة الأسماء في اللغة على أي كائن حي دلالة على عمق وجوده في 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 هذه اللغة وعمق وجوده عند الإنسان الذي يستخدمه واهتمامه أيضا، لذلك يحبون ريشة فيقولون دائما يحطون على رأسهم، فجاء علي يقول المثل على رأسك ريشة. طبعا إذا تتبعنا الوجود هذا من ناحية القصص الشعبية والتراث الشعبي ستجد شواهد كثيرة مرتبطة باستخدام ريش النعام في التزيين في حفلات الزفاف. نعم. عند بعض القبائل في شبه الجزيرة العربية في الأماكن التي كان ينتشر فيها النعام. نعم حتى فيلم العقاد الرسالة يوم حمزة واضع على صدره ريشة النعام، فهذا دلالة أن نفس المخرج يعني عارف أن ريش النعام له يعني تقدير عند العرب قديما. صحيح. وأيضا النعام اليوم معاد توطينه في محمية محازة الصيد، محمية الإمام سعود بن عبد العزيز الملكية، ونجح إعادة التوطين، ونحن أيضا بصدد
تعزيز هذا البرنامج في الأسر في مركز الأمير سعود الفيصل، وإعادة التوطين في الأماكن التي كان ينتشر فيها النعام سابقا لتعزيز هذا البرنامج. هل أخوي إن شاء الله يعني المكان اللي أنا صورت فيه بدهنة، هل بإذن الله يرجع نفس أول فيها النعام بعد الغطاء النباتي؟ لأنكم أمس أطلقتوا غزلان وأطلقتوا مها. صحيح، البارح أطلقنا 70 رأس من الريم و20 رأس من المها العربي، وهذا الإطلاق هو امتداد لإطلاق سابق كان العام الماضي. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يستهدف إعادة التوازن للحياة الفطرية في كامل المملكة العربية السعودية، في كامل مناطق التوزيع الجغرافي للأنواع الفطرية التي انقرضت أو تهددت بالانقراض في المملكة. فنحن نطلق في كل مكان كان هذا النوع أو الأنواع المستهدفة تنتشر فيها بشكل طبيعي. طيب اللي أخذتوها الآن منا النعام، قصور بيض النعام، أنت شفتها قديمة جدا متحجرة بعضها، ممكن ترجع إلى سنوات قديمة، بس اللي يثبتها هو الكربون المشع. نعم، الفيصل حدد. الفيصل في تحديد عمر هذه القشور البيض هذه هو الفحص بالكربون المشع، ولذلك هو العامل الأساسي لإجراء أو تحديد العمر التقريبي لهذه القشور. لدينا نحن قشور أيضا من مواقع أخرى في شمال المملكة أو في وسطها، وإن شاء الله سيتم فحصها كما فحصت العينات من الربع الخالي وأثبتت ما أثبتته، وهو يعني دليل قاطع على امتداد وجود النعام من 50,000 سنة إلى العصر الحديث، وهذا يدل على أنه نوع أصيل في شبه الجزيرة العربية وانتشاره كان واسع. أنا أعجبتني بشيء يوم أعطيتكم بيض النعام، قلت عبيد سجل اسمك والموقع بالتحديد وأيضا التاريخ بالضبط. صحيح. على أساس أن هذا مثلا يصير عينة باسم أشخاص اللي جابوه. صحيح. وأيضا نروح من المنطقة ونشوف هل هي تصلح بعدين لإطلاق النعام، وسوف يعود النعام وسوف يعود كامل غطاء النباتي والحيوان والإحيائي بعد الله سبحانه وتعالى. فضلكم أنتم بإذن الله تعالى، ليس بفضلنا، بفضل الله أولا وآخرا. نعم. ثم بفضل دعمكم ودعم المخلصين أمثالكم والمواطنين لديهم شغف وحرص على التنوع الحياتي. بارك الله فيك يا أحمد، شكراً لك. صديق شكراً قديم وعزيز وغالي، الناس ممكن بعضهم ما يعرف أحمد، لكن أنا هذا يمشي بدمي أحمد البوق. الله يكرمك، شكراً ونعم الرجل، وأنا ترى استفيد منه، ترى هو أصلاً معلمي للمعلومة. شكراً لك وشكراً لاهتمامك. بيض الله وجهك. شكراً يا أحمد. شكراً. رعاية الله. مع السلامة. لي قصة رواها طال عمرك عم وأبي. أنا كنت في